المصلحه الجواريه العموميه الريفيه للقريه تاعنا هي مغلوقه. انا نشوف فيها مغلوقه. واش كاين؟ اليوم اول نوفمبر يعني. ايه وغدوه يجي كش ما يجيكم الاخر وما يجيكمش؟ اي عندنا الفرم لي ولكن كل يوم مسكين يجي بصح ما تنعى دماء لا لا طالع الدهن. شوف كيف راهي مواسيه للجبال. هذه مصلحه العموميه الجواريه ومن يعني مع بعضها. ايه مع الوسمول. كان طبيب مكاس طبيب هنا؟ مكاس طبيب هنا يعني كان واحد. جي غير فيلم لي فيلم لي ولد المنطقة يعني. متطوع. اه. متطوع. المنطقة هنايا. كل يوم يجي مسكين ولكن الطبيب وعدونا باللي يجي كل على الأقل مرة في الأسبوع ولكن ما كانش يجي. كي مرض لكم واحد وين تدوه بعيد؟ لازم ندوه لازم واحد الأجرة نتاعه 500 دينار. يعني يكري طنوبيل. ايه. بيدير الطبيب وما نعرف اذا كانت منطقه صعيبه ما في الليل تكون اكثر بلك حوالي 1000 دينار بيدير من فوق. منطقه خاصه تنفس الشتاء. الشتاء يعني الانسان اذا مرض راح يعاني راح ما يشوفش الطبيب ربما يموت هنا. بارك الله. واش تتمنى يعني من السلطات؟ انا السلطات دائما لازم ان شاء الله يا ربي يدعي لهذه المنطقه ان شاء الله ويديروا ما على الاقل يجيبونا طبيب مره على الاقل مره في الاسبوع يعني تنعدم الظروف هنا يعني. ثم تمنوا الطبيب يكون ساكن هنا خير ان شاء الله. ماذا بينا ماذا بينا يكون الطبيب ساكن هنا خاطرش منطقه بعيده على على البلدي حوالي 20 كيلومتر وعلى على الولايه حوالي 50 كيلومتر يعني با يديك البرج باري لازم لك على الاقل 1500 دينار يعني الكورسة هذه وخلاف الدواء والناس ماهيش خدامة وبطالة هكذا يعني الواحد يعاني راه يعاني في ظروف ورانا في 2012 ومازلنا نعاني. بارك الله فيكم. اي بارك الله فيكم. ربي ان شاء الله ربي يجيب الخير ان شاء الله يشوفوا الفيديو هذا المسؤولين ويدير لكم حل ان شاء الله. نتمناو ان شاء الله نتمناو. بون السلام عليكم. هذه المدرسة هاكم كما راكم تشاهدوا فيها مدرسة قديمة من 1970 ما قاستها لا ترميمات لا عملية تهيئة لا والو كما نقولوا هم دايرين من هي صور ومنا هم دايرين الشباك دايرين الصور على جهة واحدة هذا شناها من هي والصور منا ما كانش هم دايرين الشباك كأنه حديقة حيوان وهذه مدرسة بيت علم ماشي تاع مسخير. شوف شوف في السقف تاعها كفا مهترئ كش ما خطر يطيح عليها كش ما تلميذ ولا بصح ما السلطات ما تعيش هذا الامر حتى تصير الكارثه وتوقع الكارثه كما نشوفوا المدافئ مازالوا يعتمدوا على مدفئه تاع مازوت يديروا اختناق في المدرسه ويشعلوا هذا الدخان في المدرسه الدراري ما يقراوا ما والو. كون يموتكم كاستفر اللي يتحمل يتحمل مسؤوليه المعلم ولا العساس اللي راه داخل ما كان لا سلطات هنا لا والو ما هي قايمه بوالو هنايا. ها نشاهدوا في مازالوا يعتمدوا على التدفئه تاع المازوت لانه يدير يهلك الدراري في الداخل فما يعاودوا يقراوا يدير انه الدخان يهلكهم فما يخرجوا برا يولوا يقطعوا الدراسه تاعهم ويخرجوا برا ما يقراوش. تخاف التسمم. التسممات والاختناقات تصرى اختناقات من الدخان. ان شاء الله ما تحدث كوارث ولا حدث كارثه من السلطات ان تحدث الكارثه باش تجي كما شاهدوا راك تشوف في الرفوف من البريستيج هذا هو قريب يطيح على الدراري انهم يجوا يلعبوا منا يجوا يجروا يطيح عليهم حكم الرياح والمنطقه هذه تاع منطقه فيها برد وفيها ريح وفيها كم قسم هنا ربعه ولا شحال؟ فيها خمس اقسام كاين واحد قسم مسكر وكاين اربع اقسام. الاخر مكسر خطاش ترميم وقيله ما كان ترميم فيه طاولات ما كانش كما نقولوا ما كانش وين يحطوا الادوات داخل طوابل وكذا وطوابل دوك نشوفوا نشاهدوا داخل بالطوابل مكسره مهترئه ما كانش والو خزاين ومعدات. ها نشاهدوا في الصور هذا انهم دايرين الصور من على الجهه تاع الدخله فقط والجهه تاع منا ومنا ما يعتمدوا على الشباك. هنا تبان مليحه بس هذه بدلوها جديد بالك داروا جديد الصور هذا. هذه هي المدرسة الابتدائية الشهيد معريش عبد الله لأن منطقة هذه كما قلت لكم يعني فيها بزاف فميت محمد معريش ومعريش شهداء منطقة ثورية. دوك نشوفوا الأقسام الداخل والسلام عليكم. هكذا دوك نشوفوا الأقسام إن شاء الله نشوفوا المدرسة هذه اللي تذكر المدرسة هذه تم بناؤها في بداية السبعين وهذا هو. أول شيء نبداو على كل حال ندخل المدرسة هذا الفناء وين يلعبوا الأطفال. أقسام هنا الإدارة سبحان الله إدارة المدرسة. ها شغل ما حاشاكم ما تصلحش حتى للحيوان. ها ها هذا المازوت واقيلا دايرينو هنايا ولا شي هو هذا المازوت هذا المازوت به التدفئة راني نشم في الريحة هنايا. هذه بما انك تشتغل هنا هذه شنو الإدارة؟ إدارة
نحيتوها؟ نحيتوها هذه دايرين إدارة. سنشوف الإدارة هذه كيفاه. يمنا كتشتغل. الجدار الخلفي. شوف ها. الغربية ثاني. ها شوف. كاينش الجدار من ما هاول هنا الشباك هناك ما على بالك كاش ذيب ياكل ذراري ولا الحجاره تشوف اه كان والو ها طين هذه آه. تخط هذه الاثار دير اثر على التلوث يعني الاطفال احنا ها ودير لهم دير لهم الريحه نتاع المازوت المازوت مازلنا نعاني فيها ها هذه 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 زعما الاداره نتاع الاساتذه هنا يديروها شوف الله رعيب في 2011 تقريبا في 2012 يعني التهميش وبمن المنطقه هذه ثوريه ها هاول ما شوف ها عيب عيب هنا ها, ها يجي حاجة منكش ما دراري كاين البلاد بنا فيها الذيوب هنا الذئابة اش حيوان ياكل دراري والله يطيح والله كون واحد يطيح شوف شوف كون يطيح واحد يموت ولا يتكسر شوف ها لا هذا الشباك شوف شوف يعني عيب والله عيب هذه شكل المرحاض الماء واحد الماء ما يقدر ما يمشيش الماء ما يجي يعني يا اخي حاله يا اخي في جزائر العزه والكرامه 2012 تقريبا زعما كانت هذه عمليه ترميم ولكن عشاكم عشاكم ها عشاكم بيت الماء يا اخوتي يعني سبحان الله كفايه يقراو هذو كفايه راح يقراو روحوا الأقسام دركا الإدارة تاع المدير هذه الإدارة إدارة المدير ودار له المازوت هنا شوف يعني خطر على سبحان الله علاش ما داروش في جهة أخرى داروا قدام الفيناء تاع المدرسة يعني كانت ترميم ولكن ما خدمش ما خدمة مليحة أو اللي هي ظهر السيك هذا وراح ممكن يقيس طفل في الرجل تاعه وين راهو هذا؟ هذه تعودت عندها عندها العامين هذه يقدر واحد يطيحها يطيح او لاسكاوي خدمتها سبحان الله هذا القسم مدرسه هذه الاناره شوف شو راهي دايره الاناره يعني سبحان الله شوف يعني تقدر تدير خطر ربما وفي نفس الوقت مشكله ندخل القسم قسم واحد هذو الاقسام هاو قصر طوابل يعني شوف سبحان الله المازوت ريحه المازوت دايره حاله هذه التدفئه ها جزائر العزه والكرامه تقريبا في عام 2012 هذه السبوره شوف هنا الماء يقطر ها شوف هذه المدرسه السبعينات هم نحاول قصر الكراسه باه يقراو بسم المشكله نحاول نخرجوهم شوف هناك اخر مشقوقه هنايا الماء يقطر من هنا طوابل عم نحاول نشوف مكسرة ها سبحان الله خزانة الأدوات حطوا فيها الكراريسة تاع الطلبة سبحان الله ها خوتي ها هاي الحياة كيف هاي منين يخرجوا الناس قراو سبحان الله في جزائر العزة والكرامة 2012 ها هذه الماء هنا دايرين هم جبدوا الطواب نحاهم طاش الماء شوف كيف الحالة ها هذا هو الماء شوف هذا الماء خسرها ها مكسرها شوف ها اقرا العلم يقرا ها ارتيلة في الأقسام شوف بنوريكم ها ارتيلة في الأقسام شوف ها ماذا بين الناس يخدموا البلاد هذه ماذا يتهلاو فيها تكون يعني تكون يعني نفس المواصفات المدارس أخرى هذا هو أخوتي يعني المشكلة الكارثة ما كانت تشم المازوت ها كيف راح يركز تلميذ ولا تلميذة ولا لا إله إلا محمد رسول الله حول وقوة الله هذه نشاطات تلاميذ ترميمات ترميم الترميم كيفاه ثم هذا خدمه بيديهم ها من نهار تاسست المدرسه هذا السنه الاولى في بعض الاحيان يستعملوا اداره لان الاداره هذيك ماشي مريحه وماشي بلاصه يديروا في الاداره هذا يديروا قسم
قسم للسنة الأولى كذلك إدارة. سبحان الله، يعني شوفوا كيف الحالة هذه، ما يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بنت ورا ما كاش. وين راه عايشين العباد هذو؟ ورانا والحمد لله. رغم ذلك خرجت أساتذة. القسم الآن هذا حبسوا في القرية لأنه مهدد بالسقوط على الأطفال. سبحان الله، شوفوا هذا، شوفوا يعني الحالة كيف. هذا توف يعني يديروا فيه الطاولات تاع الكراسه، تاع الكراسه والطاولات. يعني الغريب ان شوف سبحان الله الناس في التدفئه، هذه كاين قراع يستعملوهم في التدفئه، لكن يستعملوا الغاز البترول لانه رخيص المازوت. والغريب هذا حبسوا القرايه، علاش؟ لانه راه طيح. شوفوا هاي ورانا في نوفمبر، ذكرت نوفمبر اللي نفكرناها، هذا مساكن الطلبه اللي كانوا شفناهم مبينه راحوا يشوفوا احتفال بذكرى نوفمبر. هذه نوفمبر، يعني ربي يرحم الشهداء، يعني الناس ضحاوا هنا بحياتهم من اجل تحرير الجزائر، لكن سبحان الله لا حياة لمن تنادي. يعني المسؤولين نايمين، المسؤولين غير قاعدين بالكرارس ولا اخر مسؤوليات، ما هم يخدموا والو لهذ الناس. وهذه القرية منعزلة، يعني ها سجاج مكسر، هذه نحاوها ما يقراش فيها لانه يخافوا طيح التلاميذ. هذا خاوتي، خليكم نشوفوا الاقسام الاخرين. حول ولا قوة الا بالله. سهريج بعد ما هذوك العيون كان اللي ما يمشوش، داروا هنا يحجروا فيه الماء باش يشربوا التلاميذ. يعني سبحان الله، هذا يعني شوف راهم يشربوا الماء، هذا مسدد الداخل. ها شوف هذا وشكون يشربها، شوف اخوتي ها هذا شكون راح يشرب. الحيوانات كرمكم الله ما يشربهمش، ما يشربش الماء هذا. كل حال ها ورانا في 2012 تقريبا تلاميذ يشربوا الماء هنا ساكن. ها تصوروا هذا بعد كيفاه، بعد هذا ايش يصير له وايش يصير لهم. يعني سبحان الله، نترككم التعليق خوتي. احنا ماشي ضد بلادنا، لكن هاك تشوفوا يعني هذه حاجه اسم الناس نطلبوا المساواه مع البلديات الاخرى والمدارس الاخرى. بمعنى هذه كانت مدينة ثورية، مجاهدين هنا توفوا هنا. ياكم كما شفتوا هذا السهريج، يعني الناس التلاميذ هذو مازالوا مساكنين يشربوا الماء هذا، رغم ان هذه المنطقة يعني منطقة ثورية، لكن ما يتذكروهاش. حتى في نوفمبر اليوم جاء حتى مسؤول، اليوم احتفال بذكرى اول نوفمبر 57 سنة منذ انطلاع ثورة التحرير الوطنية، ما شفنا حتى مسؤول هنايا. وفي جزائر العزة والكرامة التلميذ مازال يشرب من هذا الماء، هاك تشوف كيفه، لا حول ولا قوة إلا بالله، مسدد الداخل موسى. ونخليكم تشوفوا الأقسام الأخرين. مطعم المدرسة، يعني المطعم المدرسي الخبز يعني ما يكفيش الوجبة، يعني وجبة ناقصة. يعطون غير الخبز والسباغيتي. الخبز وشوية سباغيتي هكذا، ما كانت هكي على والو. ساعات يجيبوا لهم شوية تمر، ما كانش، قال لك الخزينة ما تكفيش. الدراري يعني مساكن ميرام يجوا صباح حتى حوالي الثالثة بعد يروحوا ما ياكلوش. تشوف هذا اقسام جدد، زعما لحظه نبدل لكم هنايا. هذا عندهم خمس اقسام ولا اربعه؟ خمسه يعني، والواحد يعني غير يسمى ما يستعملوش يخبط عليه. مستعمل يعني هذه تاع تصريف المياه، تصريف المياه في تصريف المياه مبوشيه. مش راك تشوف هنايا؟ مش راك تشوف؟ نشوفوا في القنوات تصريف المياه، يعني راهي ما تقدرش تصرف. كون تجي المقاوي راح يأثر هنايا على الساحة، يأثر على الساحة. شوف الساحة مازال فيها الوحل، رغم أنها عادة الترميم تاعها حوالي سنتين. ها شوف يعني الخدمة تاعها مازال الواحد يعني خدمة، ما هيش خدمة أو ما المسؤولين واحد ما يجي طين أو طين الواحد. روح نشوف القسم هذاك صحيح فيهم. القسم الوحيد يعني ربما القسم الوحيد النظيف، لأنه التلاميذ ما كانش فيه بزاف، كان حوالي 10 تلاميذ. مهيئ نوعا ما. يعني
نفس الحكايه نفس الحكايه ماشي نفس الحكايه اسمها نفس الحكايه مكسره السجاج مكسر وكلش مكسر ها هذا مكتب الاستاذ ولا الاستاذه يعني ها يسمى نشوفوا السجاج كيف كيف ها شحكم عدل أستاذ شحكم عدل أستاذ واحد رئيسي إيه من بعد معلمين نظار ما نظار عقود ما قد الشيء هو لا يوجد لا أستاذ رئيسي ولا أستاذ فرنسي ولا معلم فرنسي أنا مزبل يعني أنتم ما بالنسبة لكم أنتم مطوعين أنت أستاذ مطوعين لكن أنا في طرف انا راهو ما نعرفش الجديد ما راسك كاين ولكن كاشف لي لكن في طرف تشغل الشباب هكذا ها خوتي هذا هو خوتي ونترككم خليكم هذا زعما القسم زوج هنا حجرات هذو ملاح هذو ملاح هذا جو بعد يعني كانوا ثلاث حجرات كانت مدرسه ثلاث حجرات فقط كانوا يقروا بالتناوب يعني يقروا في الصباحيه قبل اسمه وبعد زادوا هذو الحجرتين هذو جدد يعني ولو اصبح اربع حجرات هنا يعني ماشي خمسه واحده نحاول ماشي واحده ما كانش يعني سبرما اسمها سبرما علاش ترميم يعني خطر على الاطفال يعني ما سورتو كي تشوف اشترى هنا هذوك تاع القرمود مازالوا في القرمود يعني راح ياثر تدخل الشتاء لداخل كما شفنا البارح ما لا داروا هذو اسم زياده يعني السنه الرابعه والخامسه قرانيه اكتشف سندخلوا نشوفوا القسم هذا سبحان الله هذا حي شوف هذا ايش لمبات ما كاينش كاين واحدة علاش كيف راح يركز التلميذ هنا يقرا كيف راح يركز التلميذ هنا في الاقسام هذا سبحان الله هذا ديجا الطفل سبحان الله هذه الخزانه شويه احسن حال من اخرى ها هذه ماده فيما ولا مسح اثر تاع المازوت اثر التلميذ هنا إذن اسم فريحة تاع المازوت حول الله قوة بالله نوا في السجاد هذا كونت احنا يقتل واحد السجاد ها شكل خطر على التلميذ ايه شكل خطر على التلميذ الطاولات كذلك زاد قديم ما كانش حتى وني تك يعني مسمار حتى معلم اللغة الفرنسية غير موجود يعني كاش هو المدرسة يعني معلم رسمي والنظافه ها الطين شوف هذا يعني اثر تلوث وفي نفس الوقت يدير خطر على صحه التلميذ هذا مساكن 4 سنين ولا خمس اسمح لي 6 سنين 7 سنين شوف تصور هذا التلميذ وراح يريح التلميذ هكذا يرحم والديك شوف يا جماعه شوف ها اجمعها ها كيف راح هذه الطاوله مربوطه بالسلك ها شوف ها هاو خوتي ها يعني ماشي ها في جزيرة العزة والكرم ها 2012 تقريبا بالسك ها حضر كاع مقص الناس كي يروحوا هكذا يروحوا يخدموا في المدن هما ماشي مساكن الغالب عليهم ها هذه زعما هؤلاء درنا شادينا بكالينها شوف كيف الأستاذ راح يركز ولا التلميذ يركز ها شوف مكسر السجادة هذا كون يطيح ها هذه قائمة طلبة لسنة 2011-2012 لا إله إلا محمد رسول الله شحال في القسم هذا؟ شحال تلميذ؟ 17 تلميذ في كل قسم 17 ولا؟ في كل قسم يعني قسم السنة الأولى يعني فيها 10 ايه السنة الثانية يعني فيها 10 تلاميذ السنة الثانية السنة الرابعة ما كانش علاه ما كانش تلاميذ يعني أقرأ السنة علاه؟ يعني كان إنسان مثلا في سنة 2000
ثلاثة يعني مواليد 2003 ربما كان 31 ما كاش كاش يعني ما قراوهمش كان والديهم اللي رحلوا من أجل قرن ثلاثة يعني سبحان الله وهذا من عزة اسمه عزة وش طلبوا السلطة هما كي الحالة ذي ميزانية اللي شوف الميزانية شوف والمدرسة ما عندكم شيء نظف ما عندكم شيء نظف القاعة هذو لا شيء يعني المنظف راح يجي وخطرة في الشتوى منظف يعني في عقود في إطار الشبكة الاجتماعية خاوتي إذا تشوفوا يعني كنت تشوفوا هنا بالعلم مجرد تشوفوا كيف الحالة يعني سبحان الله كيف هنا هذا الناس يهجروا منا هاي الأسباب هاي الأسباب تقولوا الناس تعذروا تفهموا الناس الزحف الريفي الناس يهجروا بالزحف الريفي وجو المادة العاصمة وإلى آخره يعني سبحان الله كان توفر له في بلاده وش ده البلاد الناس رغم أن الجزائر يعني للجميع ما كاش يعني هذا من العاصمة وهذا من الريف احنا الجزائر نهار الثورة انطلاق الثورة كانت من الـ من الـ من الأرياف لذلك لازم يتهلاو في الأرياف هاي نوريكم واحد هذه الساحة العالم الوطني هذه شوف البريك هذه كونطي على واحد شوف هاي كيف ملصقينها هذه كونطي على واحد تقتلو أكيد انتوا طفل تاع 6 سنين ولا 7 سنين ها هذه كونطي طي عليها شوف نشوفوا الجدار الخلفي منا ها يعني شوفوا كيفه ها سبحان الله ها كان والو ها شباك منا دخل هنا شوف سبحان الله ما شدينا حتى الناس يدري يجروا هنا والله ها لا تنظيف ولا يحزنون لا ترميم يعني شوف المصابيح القديمة ما تشتغلش دار لهم هذه شغل يدوية داروها خرجوها يعني سبحان الله ها شوف كيف التلميذ راح يقرا كيف راح يركز كذا كان هنا البلاد هذه فيها البرد كيف راح يركز شوف يبكي ها تبكي الدم هنا يعني. في جزائر العزة والكرامة أرض البترول وبعد يقول لك أنا عندنا كلش أروح تعيش هنا اللي عنده كلش يجي يعيش في المنطقة هذه راك عندك اروح تعيش هنا شوري لي تبدلوا اعطوا لهم البلاصه هنا وانتم روحوا اللي عنده في العاصمه يجي يسكن 6 شهور بشربك نعم تسكن هنا ويشوف ها هذا اخوتي وكما شفتوا لا حول ولا قوه الا بالله يعني بدون تعليق السلام عليكم شوف الجدار غير الجدار شوف الغربي ما كانش مازال بالشباك والجدار الشمالي ثاني ما كانش والجدار الشرقي ما كانش أجد واجهة لي فيها الجدار يعني كنت المسؤول يشوف هكذا هاو يعني تبلل حجورات مغطين الجدار يعني ما يجيش المفتشين هنا يعني هب ودب يجي سمعنا خطر على الحيوان يعني أي إنسان راح يدخل ممكن يسرق الحوايج وثائق تاع التلاميذ يعني راهم في خطر يعني ما دارت يعني ممكن يجي أي واحد أجنبي راح يدخل لهم المدرسة هذه ويدخل لها جدار شوفوا الإدارة راح نحن الباب الإدارة شو طلع الإدارة؟ هذه الإدارة. قصدك اللغة الحية. سوى الإدارة. الإدارة شغل مازال تمشي بطريقة بدائية. ما كان لكادنا لم يحزنون. ندخل الداخل ونشوفه. ومع ذلك ان تحيه الجزائر ها هذه الاداره ميترا المازوت سريع هذا مازوت حمادي كيفه يعني الناس يقراو هنا كيفه هي ها هاي الاداره ها ركز في الاداره ها كيف هي هذا هو يعني بدون تعليق الصوره تعبر على روحها هم حاطين جبس راح يسقموها زعما ها وهذا هو دواء التنظيف زعما ينظفوها وين تنظف واش تخليها هذا واخاوتي وعلى كل حال رغم ان السيد هذا اللي يكتب هذه وغلط تحيه الجزائر على كل حال لكن الجزائر في حبنا في قلوبنا جميعا هذا واخاوتي ونخليكم تعبروا الصوره تعبر الروح السلام عليكم يعني هذه القرى كاع مهمشين
يعني كاين هنا مدرسه وكاين واحد المدرسه اخرى، كاين مدرسه اخرى هي، لكن هذه يسمى عينه مدرسه القرى، هذه مدرسه قريه ولاد عباس، يعني مهمشه مهمشه مهمشه، هذه بناوها في السبعينات، يعني جات تاثرت بزلزال، واحد الزلزال وقع في 73 ولا 74 عاودوا سقموها، لكن بناوا زعما بما ان الاقسام ناقصين وكذا وكذا، بناوا هذه الاقسام اقسام زعما جدد، لكن يعني كيف ما شفناهم يعني ما سبحان الله مازلنا في 2000 تقريبا 2012 مازالت الحاله بريكولاج، والله عيب 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 عيب. نتمنى هذا السؤال هذا المسؤولين اللي يعني يحبوا البلاد ماذا بهم تكون توازن اجتماعي في القرى والمدن يا خويا عطونا اللي يحبوا تحبوا البلاد احنا نحبوا البلاد، اروحوا عيشوا هنا شهر وعبروا لنا تاعكم تقولوا الجزائر مليحه، عطونا يا خويا احنا بلادنا مليحه صح، الجزائر واحد بلادي كجزائر على راس والعين، اللي عنده يسمى شك يجي يتفضل هنا ريح شهر تبادلوا صح، سما يقول لك الجزائر مليحه ما يقدروش يعيشوا هنا ما يقدروش يا وليد قصت عيش هنا بيئتي. فبالتالي انت تقول انا مليحه مساكن هذو مهمشين ما عندهم لا دراسه لا ما يحسن القرمود يعني شوف. في القرمود القرمود هذا راح في فصل الشتاء راح ياثر على التلاميذ راح يدخل هكذا ممكن حتى يسقط القرمود او يسقط كما شفنا هذاك الاخر راح يطيح الفجر راح يعني هذه هي الظروف اللي رانا يعني فيها يعني كيف هنا يعني راح يكون هذا ياثر على التسرب المدرسي راح يخلق لنا افات اجتماعيه راح نعاني منها الانحدار الاجتماعي يعني نتيجة هذه الظروف القاسية يعني لا تعاني منها التلاميذ خاصة في اللغات الحية يعني ما كانش عندكم مش لغة تقرأ لا فرنسوية اللغة العربية ولكن لا يوجد لا معلم لا فرنسية ولا لغات إنجليزية ولا لغة إنجليزية ما في رأيي يكون البلاد سيستم اللي نحو الفرنسوية في رأيي يجيبوا اللغة الإنجليزية ما كانش اللغة ها؟ لا إنجليزية لا فرنسية بدي ربي يكون معكم إن شاء الله السلام عليكم تشوف يعني الفناء الدخول المدرسي هم زاد بالطين المفروض هذه تكون معبدة المفروض على الاقل يدير لهم رمل ولا حاجه شوف يعني سبحان الله ها مازال ما قص هنايا الهندي يقدر في وقت الربيع يبدا السخانه يقدر يجي حنو الافاعي حنوشه ولا الاخر يقدروا خطر وطبيب ما كانش هنا عقارب الحنوشه يقدر التلميذ يموت هنا بما كان مستوصف لا كان مستوصف الطبيب فرمل يجي وبلاك مره في اسبوع ولا ما كان طبيب لا والو تسمى هنا تصوروا هنا الحناش يخرج والله عقرب والله يقدر يقتل طفل يعني كاين هنا افاعي سامه عقارب الى اخره يعني هذا بلاصتو ماشي هنايا واش ديروا هنايا واش راح دير هنا واش راح يدير لك هذا الطين في الطين هاو التراب هذا المدخل يعني تاع المدرسه مغطينه برا يا اللي مشبهن برا وشو حالك من الداخل هذا هو هايلك طين هنايا هذا كاع طين ها تبان لكم انها راهي مليحه بصح كي تدخل داخلك شفتوا بعينكم خاوتي خليكم تعليق هضرنا بزاف ولكم التعليق خاوتي الله غالب هذو مساكن ما تمنوش هكذا يعيشوا في البيئه هذه في جزائر العزه والكرامه ها راح اطيح راح اطيح هذيك راح اطيح هذا هو خاوتي خليكم تعليق ان شاء الله السلام عليكم هذا يعني تلميذ من الناس اللي درسوا في المدرسه هذه بما ان اليوم من نوفمبر ما كانش التلاميذ سينون نشوفهم يهضروا لنا على الموضوع هذا لكن معليش بما ان هذا التلميذ قرا هنا نهضروا معه السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخويا انا يا قريت في هذه الابتدائيه قريت غير اللغه العربيه اللغه الفرنسيه اللغه الانجليزيه ما كانش كل ما قريناهاش ما نعرفوهاش درك انا راني في المتوسطه كاين صحابي قراو معايا هنايا رحلوا من اجل انه ما كانش لغات فرنسيه لا انجليزيه قراو اللغه العربيه نقراو ساعه ساعتين في النهار ونروحوا كاين معلمين يجوا لهنا يقروا ساعه ساعتين ويروحوا لانه ما كانش نقل ما كانش ظروف تخليه يجي لهنا ويريح لو كان راني في المتوسطة راني الحمد لله نقرا خير من هنايا راني في المدينة تقرا داخلي انت تقرا داخلي نعم احكي لنا يعني المعاناة تاعك كي كنت تقرا هنا واش تعبر كتلميذ انت الله يبارك مزاك صغير احكي لي كيف الاوضاع الداخل احنا شفنا الاوضاع الداخل ميزيرية المازوت والاخر المازوت نقرا هنايا كان المدفعات تاع المازوت
احنا نعود نقرا وقد هي تطلق الدخان تطلق يعني ما تقدرش تشم الهواء، ما كانش ظروف باه تخليك تقرا وتنتبه وتركز للدرس وتركز. من الاستاذ يولي يعيط للعساس يولي يطفوها نقعدوا للبرد، ما ماهيش ظروف. وكل كاين صحابي قراو معايا هنايا كنا الله يبارك البلاد هذه كانت عامره، ومن بعد راحوا كل راحوا بدلوا المدينه يقراو في جهه اخرى. كاين ظروف تما، كاين المدينه كاين الوسائل كاين النقل. ودوك انا الحمد لله قريت هنايا وقرينا بالميزيريه وخلاص رحنا للمدينه. دوك راني نقرا داخلي، ما كاينش نقل باجي تروح تما تشوف باجي تشوف والديك. نعم باجي تشوف والديك، باجي تشوف البلاد. راني نقرا تما نغسل حوايجي انايا، المهم كلش. راني دور شحال في عمرك؟ 17 سنه الله يبارك. الله يبارك. نقرا تما نغسل حوايجي انايا، المهم داير دور تاع راجل ومراه في نفس الوقت. مي هذه هي الدنيا. انا اليوم 57 سنه على اندلاع ثوره التحرير الوطني المجيده. انطلقت ثوره رصاصه في يوم 1 نوفمبر 1954. يعني واش تشوف يعني الاستقلال انت الشهداء هذوما ربي يرحمهم كشاب، يعني واش راك تشوف يعني ترى درنا الاستقلال؟ لا انا دوك كشاب والتعبير تاعي انا دوك ما كانش استقلال، لانه الشهداء يعني حاربوا وداروا من اجلنا بان نعيشوا حياتنا ونواسوا. مي الله مي ما مي الظروف ما كانش ماهيش متهيئه. المهم عندكم ملعب، عندكم مكتبه، عندكم مركز ثقافي، عندكم الانترنت. تسمع بالانترنت؟ تعرف الانترنت؟ نعرفها مي ما نعرفها، ندخل ليها في المدن مي شويه كذا. لا هنايا ما كان لا انترنت لا ملاعب رياضيه لا مراكز ثقافيه، ما يوجد والو هنايا. طبيب عندكم طبيب؟ ما كانش طبيب، لا والو. كون موني يعني ينجرح ولا ينجرح ولا كشميه ولا يضغوحنش ولا عقرب مشكله، يضغوحنش ولا عقرب ولا مشكله، لازم غير راح للمدينه، والمدينه بعيده منا بواحد 16 كيلو ولا 17 كيلو، ما يجي يلحق تما ربما حتى يموت. كاين بزاف هنا ماتوا من اجل هذا الشيء، داوهم منا ماتوا في وسط الطريق في الطريق ماتوا. والسلام عليكم. بارك الله فيك خويا. واش يعني سؤال، واش طالب السلطات المعنيه؟ انا نطالبهم من اجل انهم يعاودوا الترميم تاع المدارس، يعني يجي يوفرون لهم وسائل هكذا للنحال الدراسه بس المشكله ماشي غير في المدارس، في كل شيء. المشكله في كل شيء، في كل شيء. احنا دوك كاطفال احنا ما كان ما عندنا لا ملاعب رياضيه لا ولا، احنا نظلوا من الدار لبرا للدار برا نخدموا نروحوا نحطبوا نروحوا نواسوا، هذه هي الخدمة تاعنا. وعلاش ماشي مدخل فيهم الغاز منا يا اخي؟ انا شفت التي تاع الغاز عقب منا، علاش الغاز عقب منا؟ شكينا لهم ولكن ما حبوش. ومدين الغاز للجهه اخرى؟ داوه منا عقبوه منا ما عرفش حل. المدرسه فيها التليفون كش ما يصرى يعني مستعجل؟ ما فيها لا تليفون لا ولا شيء. المدير ما يجيش بالربع ايام بالخمسه لهنا، بالربع ايام بالخمسه باه يجي يضرب دوره هكذا ويروح. المعلم يجي يقري ساعة ساعتين هنايا ويعاود يروح يكره. وهذو اللي متطوعين كان ناس تاع شفت انا استاذان هما تاع تشغيل الشباب، هذو الناس عندهم ليسانس يعني في الاداب ويقروا هنا، يعني يعطوا لهم 1,500,000 منحة يعني مازال ما خلصوهمش على كل حال. نعم هنا ما يجوم يقروا ساعتين هكذا، ما كانش كاين استاذة واحدة مترسمة اللي تقري هنايا نورمال. الاخرين كاع ما الاخرين كاع يخدموا العقود ما قبل التشغيل، كل ما يقروش هنايا. يعطيك الصحة. السلام. وعليكم السلام.